من السيكتور نتاعنا يعاني من الكوميرس انفورميل، الاقتصاد الموازي اللي هو يتسمى الارهاب نتاع الدوله. اقتصاديا الارهاب هو السوق الموازي. اليوم السوق الموازي وصل 80 و85% موجوده في السوق التونسي، واحنا اللي نخدموا خالص وماناش خالتين. هذاك علاش ومشكله اللي اكبر توا احنا نتعاملوا مع وزاره التجاره مشكوره تعاون في برشا حاجات وتسمعنا، لكن التسويق ما ثماش. اليوم احنا مصنعين شركاء في البلاد هذه، ندفعوا في اداءاتنا في كوتيزاسيون سوسيال باش نلقاو ارضيه تنافسيه شريفه. اليوم كي نجي في السوق التونسيه ما نلقاش تنافس شريف، نلقى كونكورون والانفورمير والكونتراكتات السوق، معناتها اوني اونتر لو مارتو اي لونكلوم. يا اما احنا باش نوليو كناطريه اللي مازالوا شويه وتمشي الدوله وتمشي البلاد، وإلا شنو باش نعملوا؟ هذا كلنا السوق هذا توا احنا صناعيين ونخدموا في العباد، وين باش نسوق؟ مهمه مسالك التوزيع التجاره، وزاره التجاره لازمها تقوم شويه بواجبها، تنظف مسالك التوزيع وهذا واجبها الاساسي. اليوم كي نخرج انا وياك وندور ونشوفوا الفترينات اللي في تونس، كي نقول لك 80 و85% من البضاعه المعروضه راهي انفورمير. اليوم الفريب خلون موجود يمنع الحذاء مش يتباع في تونس. اليوم نلقاو حوانت موجودة متاع فريب دولوكس يتباع قدام الناس كلها، أسوام خيالية وكميات. ما يقولكش ما ناخذ عندي حذاء برك، يقولك شنو النمر اللي تحب عليه، الرقم تحب عليه. نشوفه كيف التجارة الإلكترونية، حلو الفيسبوكات وحلو شو ما نشوفه شو اللي يبيع في الأحف. اليوم المصنع التونسي ولا الحرف التونسي ما عندوش مش يبيع سرعته. المسالك التوزيع كلها اخذوها الكونترا واخذوها الناس اللي خارجة على السوق المنظمة. اليوم أزمة الكوفيد يعني عمقت الأزمة معناها بأتم على كلمة. اليوم الحرفي عنده مشكل كبير برشا اليوم اللي هو التهريب عبر الحدود، وعنده مشكلة اليوم في الأحذية المستعملة، وبالتالي كذلك اليوم عنده مشكلة ولت في السيولة بنظرا لك 3 شهور هذوكم اللي ارتاحوهم هيكم خلاهم معناها كملوا عمقوا الأزمة معناها بالبه. دونك حتى الدولة ما خدت حتى قرارات. تصور أنت مثلا على سبيل المثال 10 ملايين تونسي في ديارهم، والبنوك معناها تشتغل يعني في الكوفيد، والناس هذوما عندهم دي شيك أنكور، الشيكة تحم تتصب وبطات الحال، حتى المرشور نتاع المرسوم نتاع رئيس الحكومة متخل حيز التنفيذ كان في 11 ماي وانتهت الصلاحية نتاعو في 11 جوان، يعني شهر فقط. وقت اللي هما معناها في قلب الأزمة اللي هي شهر 3 وشهر 4 ما صارش فيهم حتى إجراء، وبالتالي فما 10% هذيك تمشي الخزينة الدولة على كل شيك، وبطات الحال هذه معناتها ما صارش فيها حتى إجراء. بالإضافة اليوم على مستوى القروض، احنا طلبنا حتى قروض معناها صغيرة عن طريق البي تي اس على غرار رياض الأطفال، طلبنا من وزير الصناعة باش يدخل مع البنك التونسي للتضامن، كما دخلت وزارة المرأة والأسرة مع البنك التضامن اللي فائدة قطاع رياض الأطفال. مالروزمون إلى حد هذه الساعة ما فهم حد شيء. تطبيق القانون اللي في تونس بالنسبة للتجارة، ثانيا بالنسبة للصناعيين والحرفيين هو التمويلات، لازم يوفروا معناها آلية تمويل سريعة جدا للحرفيين والمصانع الصغيرة. اليوم الإجراءات اللي عملتها الدولة كلها بالنسبة للبوتيت اي موين انتربريز معناها ما عطاهم حتى شيء. الشركات اللي عندها مشاكل معناها قبل الكوفيد وعندها مشاكل الكل ما خذاوش حتى امتياز ولا حتى إعانة، خلى أنه الوضع يزيد يتطور في الموضوع هذا.